الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وكنت قد نشرت بالأمس بعض أسباب الردة عن دين الإسلام. قلت فيها: واحد، الجهل بدين الله عز وجل، لأن الجهل أصل كل بلاء. الثاني، الرغبة في الدنيا، لأن كثير من الناس طمعوا في الدنيا فيوالون اليهود والنصارى ويوافقونهم على ذلك. ثلاثة، الميل إلى الشهوات، لأن الإسلام يحرم الزنا ويحرم الخمر ويحرم كثير من البلايا، فهم يميلون إلى شهواتهم يجدونها في الردة. الرابعة، كثرة الشبهات التي تتلقى من اليهود أو النصارى وغيرهم. خمسة، مجالسة الكافرين والمرتدين، لأن من جالس يانس. ستة، ضعف العقيدة الصحيحة لدى المرتد، لأن صاحب العقيدة الصحيحة ثابت في إيمانه، ثابت في طريقه، وأما ضعيف العقيدة فإنه سرعان ما ينجرف. سبعة، الميل إلى الانحلال الخلقي كالزنا والخمر ونحو ذلك. ثمانية، عدم إقامة حد الردة، لأن إقامة حد الردة سبب لخوف المرتدين على أنفسهم. تسعة، ضعف المسلمين، لأن الناس إذا ضعف المسلمون ظنوا ضعف الإسلام وخرجوا من الإسلام، إلا ما رحم ربي من الثابتين المؤمنين الموحدين، وأقصد والذاهب صحيح قليل، لكن هذا من باب النظر إلى حالة الناس. عشرة، السكنة في بلاد الكفار، يجالسون الكفار ويرون شبههم ويرون أحوالهم فيتأثرون بهم. 11، المنظمات التبشيرية والتكفيرية والتنصيرية التي تجوب البلاد طولا وعرضا بدعوة مثلا يعني تحسين معيشة الناس وتنمية الناس، وهم ينمونهم إلى الأفكار المنحرفة والأفكار المخالفة. 12، سكوت بعض أهل العلم، لأنه إذا سكت العالم عن بيان الحق تسلط أهل السوء ونشروا دينه. 13، علماء السوء كالداعين إلى وحدة الأديان، لأن الذي يمجد وحدة الأديان وأن الأديان سماوية وكلها دين الله يتأثر الجاهل. 14، عدم سؤال الهداية، الله يقول اهدنا الصراط المستقيم، كثير من الناس ينحرف لعدم سؤال الهداية. 15، القراءة في كتب الملاحدة وغيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر يقرأ في التوراة متهوكا فيها ابن الخطاب، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. 16، الطمع في المال والجاه، كما هو الحال كثير من الناس يرتد بسبب المال والجاه، من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من خلاق. 17، ربط ضعف المسلمين بالإسلام، وهذا من أعظم الأسباب، ينظرون إلى ضعف المسلمين الآن ويربطونه بالإسلام. ولو تأملت بعض أقوال الفيزيائيين يقول يعني لو سلمت لنا كتب المسلمين لكنا قد وصلنا إلى المجرات، يعني لأنهم استفادوا من كتب المسلمين حتى في الجانب الدنيوي فضلا عن الجانب الأخروي. 18، البيئة المحيطة بالمرتد يتأثر من حوله. 19، إهمال تعليم النشء العقيدة، لأن النشء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانها ونصرانها ومجلسانه، الصغير يعبد العقيدة الصحيحة حتى لا يتأثر. المتمم للعشرين، الاستهزاء بالدين، لأن الاستهزاء بالدين يولد نفرة من الدين وضعف التدين. 21، عدم ضبط المصطلحات كقولهم لليهود والنصارى أديان سماوية مع أنها محرفة. وقد بينت خطر المصطلحات العصرية في كتابي المصطلحات العصرية وأثرها على الشريعة الإسلامية. 22، الدعوة إلى الحرية المطلقة الفردية، يعني على أن الإنسان حر يفعل ما يشاء وما يريد. 23، انتشار الديمقراطية العلمانية التي فيهم الدعوة إلى الحرية المطلقة، وهي أسس من أسس الردة. 24، إساءة استخدام وسائل التواصل بحيث يدخل في المواقع التي فيها الشبه والشهوات وربما تابعهم. 25، ثورة الإنترنت والقنوات الفضائية لما فيها من البلايا والرزايا، فصارت تلمذ الناس على هذه فيكثر شرهم. 26، مكر الكفار المتمثل في الماسونية، لأنها تدعو الناس إلى أن يكونوا لا دينيين. 27، ضعف الولاء والبراء، ولو كان يعني عند الناس ولاء وبراء قوي لما تابعوا هؤلاء. الحمد لله، هذه بعض ما ذكرناه، وإلا فأسباب الردة كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.